سلام يا شيف، جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. معكم باستري شيف امين المزيع. اليوم غادي نديرو بانشا او زيفيس. غادي نحتاجو في لاغوسيط، غادي نحتاجو 250 غرام ديال اللوز وصلو، عندنا مسكر حره، عندنا البان ديال الطحون، عندنا الزبده 20 غرام، عندنا لوكانيل قرفه، ابخي عندنا نوازيت كريم، باكيت السنيده 100 غرام. من بعد ما غنديرو كلشي في الروبوكو، غادي نديرو بروبي هو الاول، ابخي غنديرو دوزيام باش تجمع لينا العقدة ديالنا مزيان، وما نخليوش في الروبوت بزاف باش ما يطلقش لينا الزيت. عندنا اللوز ديالنا ها هو كاين موجود، غنديرو مسكة الحرة، كوية لا كافي ديال الكاليب قرفة، كوية لا كافي البان ديال النوازيت، النوازيت غندير واحد 50 غرام ديال النوازيت، نخليو كيلكو بياس بور لا فينيسيون. سيدة الشيء بالنسبة للعقدة ديالنا هي واجدة، غادي ندلكوها شوية. من بعد ما العقدة ديالنا وجدات، غندوزو للمرحلة الثانية اللي هي الورقة. الورقة ديالنا غادي نقطعوها على شكل ديبوند خمسة. عندنا الزبدة فوندو، غادي ندهنو بها الورقة ديالنا. من بعد ما وجدنا الورقة ديالنا ودهناها بالزبدة، غادي ندوزو العقدة. غادي نقسموها على جوج. من بعد ما حربنا العقدة ديالنا، قبل ما نديروها في لاباط غندهنو شويه ديال البيض، غندهنو شويه ديال البيض باش يلصق لينا العقده مع لاباط. غادي نقسم لاباط، من بعد ما وجدنا المحنشة ديالنا حطيناها في البلاك، غادي ندهنو الكوش الأولى بالزبدة. دابا غنديرو الكوش الثانية ديال لي زوف. دابا واجدة، غادي ندخلوها للفوغ، عندنا 20 دقيقة ديال 90 درجة. المحنشة ديالنا هي خرجات، غادي ندهنوها بالعسل مع حدة سخونة شوية، أبخي غادي ندوزو لافينيسيون. دابا وصلنا للمرحلة ديال لافينيسيون، ما غاديش نحتاجو شي حاجة لي كتيرة. عندنا كلاصاج واعر غني على التعريف، عندنا دي بياس ديال نوازيت، عندنا دي بياس ديال البانديان. لاسيط ديالنا غادي نستعملو سكوتش على هاد الشكل هدا بوغ فيغ اون بوند افيك الكلاصاج. لا شيف، الديسير ديالنا هو واجد، المحنشة أو زيبيس، ورق، صحة وراحة.